السلام عليكم البنات، صباح النور، كي دايرين؟ صباح الخير. صباح النور. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لقيتكم هذا الصباح، خرجنا وفوزيه، عندنا دي كورس، غادي نمشيو للمرجان نتقداو داكشي اللي خاص، راكم عارفين قريب العيد، صافي بقاو اللمسات الاخيره. والله الا غير جري بعدا جينا حنا في الصباح، قلنا زعما غتكون الدنيا مرخوفه وما يكونش الزحام وهذا، ولكن غير من الباركينج بين القضيه كي دايره دابا كلشي بحال الصباح، بحال الناس كلهم كيجريو. المهم انا صراحه خاصني شويه، لقيت ما داكشي مازال ما خديتوش، انا خدهم من المرجان. المهم كل عيد وكل عام حنا خصنا ناخذ الجديد ديال الشوي، وقت به المره كاين ديال داك العام، ولكن المهم لا اله الا الله. الولف ولفنا كل عيد ناخذ هاد الحوايج يكونوا جداد، وخاصني هكا شي حاجه ديال التقديه ديال الدار، المونه ديال الدار وداك الشيء حتى هي غادي نتقداها. المهم خليكم معايا البنات، واليوم ان شاء الله غيجيني الصالون ديالي اللي وعدتكم قلت لكم غنبارطاجي معكم، دار معايا السيد العشيه. المهم خليكم معايا، غدوز معايا نهاري، اي حاجه درتها غادي نبارطاجيها معكم. شوف نحيدوا عندنا التقديه بعدا هي الاولى، عاد ديك الساعه نشوفوا كي غادي يدوز النهار. شحال الثمن ديالها هذه؟ هذه بروموسيون 343 درهم. هادي ديال الفاخر، حيت كاين بزاف ديال الضو، انا مبغيتش ديال الضو بيان سيغ، الفاخر مكاين ما احسن منو. كاين هاد الموديل وكاين هاد الاخر نوريكم، هادا اوكي، هاديك المدورة احسن. هادي شحال دايرة؟ هادي دايرة 149 درهم. انا المدورة جاتني احسن، لا هادي براتيك زعما غتهز بزاف، صغيرة انت كنحجيها بزاف غير العيد، داكشي دوك غير العيد ويا كتستحضر من الاخرين ديال الضو اللي عندك. هادي فاخر حتى هي، خلاص كاينين هاد الكبار هي هادو بالحق، هادو ديال كيما قال فوزية الجردة فنين، تندير اختي فيلا تنجي ناخدها تنكملها ياك ان شاء الله. شوفوا البنات كاينين هادو، هاد السنيدلات زوينين عجبوني، خديت انا هاد اللون، هاد النيود فيهم نيود خضار غول فوشيا نواغ، كاين هادوك سامبل هادوك ياك عاليين. هادو الثمن ديالهم 96 درهم، 100 درهم. نشوف بحال واقيلا هادوك، لا من فوق شويه هنا، هذه غادي طلع وصلت للدار، هي تقضي البنات، غادي نرجع كل حاجه بلاصتها ونبارطاجي معكم من بعد حتى نتغدى. ديجا راجلي هو اصلا اليوم كان ما خدامش وصايب لينا الطويجين، صبنا واحد الطويجين لحقوا طريقو ديال السنور. او ها هو الطاجين ديالنا، ما شهيتكم فيه ديال البنات، كيشهي بنينه، كتشم الريحه ديالو والله يعطيه الصحه. صافي غادي نجلسوا باش نتغداو دابا كما قلت لكم، عاد ان شاء الله ندوز باش نرجع كل حاجه بلاصتها. اول حاجه بديت بها البنات هي جيت نجمع هاد السيجور هذا، نطرفو شويه نحيد الغبره، عاد من بعد ندخل الكوزينه. كنت كنبارطاجي معكم بالنسبه لهاد لاباغاي اللي كنت خديت مع الكوبولد هاد ديال البنات، ما تخيلوش شحال كتهني، ما تخيلوش شحال غترتاحوا ومني غادي تاخدوها، سيرتو الناس اللي عندهم الزاج بزاف في الدار. وانا راه واخا هكاك ما عنديش بزاف، حدي هكا الشراجم اولا الباب ديال البالكون ولا بحال هكا الطبله اللي عليها الزاج، كاينين الناس اللي عندهم ديور فريمون كبار وكاين الزاج كتير، وكتعرفوا الزاج اكثر حاجه كتمحن في المسيح، كتبغي شي حاجه اللي تنقي مزيان. شوفوا تبارك الله كيفاش خرجت الزاجه كتلمع كتلمع كتلمع، يعني ما كتخليش لكم الزاج مضبب ما حتى شي حاجه. ديجا البرودوي راه كيجي معاها، كيجي مع لاباغاي، وكتبقاو كديروا هو وشويه ديال الماء، كتبقاي تدوزي بديك لاباغاي منها ما كتضربيش تما، وفي نفس الوقت كما قلت لكم كيخرج لكم الزاج
كيضوي. هنايا جيت لهاد لي تيغوار هادو غادي نحيد منهم شويه الغبره وغادي نرجع لهم السريبتات هنايا فين كندير لي سيرفييت. قلت لكم داك النهار كيجيو هكا قراب ليا وفاش كتكون الحاجه منظمه كتعرفي فين حاطها كتمشي ليها نيشان. هنا ديجا كنت يلا صبنتهم، صبنت السريبتات اللي عندي كاملين وصلحتهم مزيان صافي وحطيتهم وزعما بديت كنستف فيهم هنايا كما قلت لكم باش هكا النهار نبغيهم كنلقى كلشي موجود، كلشي قريب ليا وكلشي على اليد. كملت السيجور كامل جمعتو نقيتو مزيان كيما شفتو معايا، بقى لي ندوز غير شي تبخيره لان هكا رشي شي بارفان اللي تبقى لي ريحه زوينه. بالنسبه لهاد لي تيغوار هادو اللي كاينين هنا في هاد لابياج كيما شفتو معايا درتيهم السريبتات والسريبتات الكيسان، درت فيهم هادوك اللي كنحطو في البلاطويات الفراشات البلاطويات. فاش كتكون عندك الحاجه منظمه ومقاده بحال هكا فاش كتجي ما كتوحليش، يعني كتجي كتاخدي اللي بغيتي وتبارك الله هاد المجهد هز ليا بزاف. شفتو معايا راه شحال السريبتات هز ليا، كلشي طويتو كلشي صلحتو وقديت كلشي هنايا كما قلت لكم. ملي كنبغي شي حاجه كنجي ليها نيشان، ديما تنقول لكم ديوركم اي حاجه حطيتيها متوله ومقاده وكل حاجه درتي لها بلاصتها راه ما كتكونش روينه البنات، واخا تكون الدار صغير عندك واخا تكون ضيق غير هو تحاولي كل حاجه ديري ليها بلاصه. غنشارك معكم واحد القضيه كنديرها البنات بالنسبه للسريبتات باش كتبقى ليا فيهم ريحه زوينه. فاش كتحلي المجار ديالك كتعطي واحد الريحه زوينه، هما هاد الشميعات هادو اللي كيكونوا ديجا فيهم بارفان، هادو د الفاني كنت خديتهم من عند ساره اللي كدير الحاجه ديال ايكيا، هادو راه زعما فيهم ريحه مجهده فاش كتحطيهم غير في البلاصه وكتحليها فريمون كتطلق لك واحد ريحه الفاني اللي مجهده بزاف بزاف. ومنها تيبقاو ليا السريبتات ديالي معطرين كل بلاصه هكا تندير فيها شميعه كما قلت لكم وكتبقى لكم رويحه زوينه. ولا خدوا شي كميمسه ديروا فيها شويه العود، المهم اللي كان عندكم فهمتوا، غير هكا باش تبقى الرويحه زوينه. صافي كل بلاصه درت فيها حاجه، كل بلاصه زعما درت فيها شميعه. هنا بالنسبه لهذا المجر الثاني درت فيه ليناب، جمعت فيه تقريبا كاع ليناب. صافي غادي نسد عليهم هنايا حتى هو خصني ندير فيه الشميعات باش تبقى ليا حتى هو الريحه ديالو زوينه. دابا جيت باش نحيد التقديه ديال المرجل، بغيت نبارطاجي معكم البنات هاد لي بواط هادو خديتهم على قبل الحلوه. فاش غندير هكا الصابلي زوينين كيتسرف ما كيتسدو مزيان ما كيدخلوش البرد نهائيا، هما فاش غادي نقاد الحليوات نقدر نحطهم هكا في الثلاجه الكونجيلاتور. راكم عارفين الا كنكم حلوه كثيره ديروها في الكونجيلاتور راه كتبقى زوينه، يكفي انكم تجبدوها غير قبل من الوقت اللي غتبغيو زعما تخدموا بها وصافي. خديت منهم انا جوج، خديت هادي هادو قلت لكم راه عجبوني خديت هاد اللون هذا، راه بارطاجيت معكم لي كولور اللي كاينين تما فيهم. هادو الميكات كنحتاج على حساب كوم عارفين الحال القتبان، قلت لكم القتبان المهم كل عام كنشريو القتبان ما عرفتش علاش. خديت شويه، خديت واحد القراده بحال هكا، خديت المونادا ما انا ما خديتش فيها بزاف غير ثلاثه حيت اصلا ما كنشربوهاش بزاف في الدار. خديت الصابون ديال اليدين، خديت هادو ديال التواليت، خديت هادو هو كنحطو في الدوش وصافي. الدقيق خديت الكومبلي والدقيق هذا الدقيق الكامل والدقيق ديال الحلوه ديال الفورس. صافي تقريبا هادشي اللي تقديت، تقديت لي فخبي حتى هما ديجا هادوك راه غسلتهم ودرتهم في الثلاجه. دابا غادي نرجع هادشي، نرجع كل حاجه بلاصتها
عاد نمشي باش نكمل داكشي اللي عندي. كما قلت لكم كنتسنى السيد اللي غادي يجي يفرش ليا، دار معايا اتصل بيا قال لي واحد شويه غادي ندوز عندك، غير يوصل البنات بيان سيو غادي نبارطاجي معكم كلشي مع الاثمنه. انا عارفكم كتبغوا تعرفوا الاثمنه وتشوفوا الفرش كيفاش طلع حتى هو. ها نسيت شويه ما فرحتيش معكم هذه نحلها وخديتها البنات. هاد الشويه هذه ديال الفخر اللي بارطاجيت معكم وريتكم فاش كنت مرجان، كتجي بحال الثمن ديالها وقيله 100 و المهم ما عقلتش صراحه على الثمن، راه صورت لكم الثمن ديالها فاش كانت تما. عندي مشكله مع الاثمنه انايا. هذه اللي خديت انايا صافي كما قلت لكم غادي نرجع دابا كل حاجه بلاصتها وغير وصلنا الفراش ان شاء الله نبارطاجيه معكم. هنا كانوا جاوا عندي لا سوسيتي ديال موشان اموبلمون. الا كتعقلوا فاش كنمشي عندهم الشوروم قلت لكم بلي مشيت باش نختار العود او النقشه اللي انا غادي نبغي نبدل بها السدادر، وفاش كنت مشيت عندهم اختاريت مع السيده وقديت معها كلشي وكان دارت معايا غتصيفط ليا ليكيب اليوم اللي صيفطت ليا ليكيب باش يجيو ياخذوا العبارات، وجابوا لي حتى واحد لي طابل دو نوي غادي نبارطاجيهم معكم من بعد. صراحه البنات اللي بغيت نقول لكم ان لا سوسيتي ديال موشان ما شاء الله عليهم بعدا عند الكلمه كيجيوني في الوقت، حتى راه ما كيتعطلوا دقيقه كيجيوني تبارك الله في الوقت. واحد الناس لي بونكتويال بروفيسيونيل في خدمتهم، عندي ما نقول خدمتهم زوينه بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه للعود راني اختاريت النقشه ان شاء الله تيقادوا عليا هي وبيان سيغ هي والطبله وكل شيء هما اللي غادي يقادوا ليا الصالون كامل. نقدر نبدل حتى التفريشه صراحه، انا هاد الحاجات بغيت نبدلهم قبل ما نولد ان شاء الله. ديما البنات ديما ينتفك بخير وعلى خير. كما قلت لكم بغيت نبدل بزاف ديال الحوايج ان شاء الله قبل ما نولد. صافي هنا كناخذوا لي غير العبار رحتوا لي هذوك لي طابل دو نوي ومشاو. هنا جيت لا شومبر ديالي باش نبدل الفراش كما شفتوا معايا الصباح خرجت بكري غير فطرت وخرجت للمرجان ما درت حتى شي حاجه الصباح، جيت نبدل الكوفر لي اللي بغيت نقول لكم البنات على قبل هاد الولي والله تصدق ليا غزال زوين. حتى بالنسبه للميكانيزم ديالو لتحت ما تيتبلوكاش، كان عندي مشكل في داك الاول كيتبلوكا ليا بزاف ديما فاقصني ديما معصبني. بالحق هذا تبارك الله خدمه فيه نقيه وخدمه زوينه على حقها طريقها. ديجا فاش كتقدي الحاجه عند هكا شي اللي كيقاد لك الحاجه ماشي كتشريو زعما واجد فهمتوني، كتمشي كيقادوا لك النجار ولا لا سوسيتي كتطلع لك الحاجه على حقها وطريقها. بغيت نشارك معكم واحد التغيير بسيط البنات اللي درتو هنايا في لا شومبر، هما هاد لي طابل دو نوي بدلتهم خديتهم نيت من عند موشان امبلومون. داك النهار فاش كنت مشيت عندهم للماغازان الا كتعقلوا اولا الشوروم كنت شفت هادو كنعجبوني صراحه، جاوني مواتين مع لولي حسن من هادوك اللونين اللي كانوا عندي وخديتهم من عندهم فهاد لاكولا كيجيو ام دي اف. الصراحه الصراحه بيني وبينكم البنات والله العظيم زعما بدون مجامله وكما تنقول ديما راه ربي شاهد على اي كلمه تنقولها لكم تهضر معكم بصدق، خدمت هاد الناس متقونه متقونه بزاف عرفتي لولي الخدمه ديالو ما تخيلوش شحال زوينه. وكما قلت لكم خلاص راه فيه هذاك الميكانيزم من التحت اللي كتقدروا تغونجيو فيه اي حاجه نتوما باغيينها، كينقص عليكم الروينه ديال الدار بحال دابا انا كاع لي كوفر لي وداكشي اللي ما كنحتاج كنبقى نبدل به وهذا راه حاطاه في هذاك اللي تحت المخاد حتى هما راكم عارفين انا عندي وزين ديال المخاد كنحمق على المخاد نبقى نبدلهم هكا كل مره وكناخذهم بزاف. وداكشي صراحه كيدير لكم الروينه في الدار ما عندكمش فين تحطوه بحال هكا ملي كتاخذوا لولي وفيه الغونجمون من التحت كتلقاي فين تحطي فين تخزي فين تقدي فين تصيبي كل حاجه بلاصتها. خلاص بالنسبه لهاد لي طابل دو نوي شوفوا لي الشكل ديالهم شحال غزال، انا صراحه عجبوني وكما قلت لكم جاوني احسن من هذوك الاولين. فيه حتى هو جوج ديال لي تيغواغ، بالنسبه للاول كيجي بحال هكا وخلاص. هذا المجر الثاني هنا داير فيه غير قوه الدويان ولكن الشكل ديالو غزال وحتى اللون ديالو جا صراحه مواتي مع مع كاللون ديال لولي جا زوين، سيغتو انه هاد اللون بالضبط عندي فيه بزاف ديال الحوايج هنا في لاشومبر. ان شاء الله من بعد فاش نكمل كلشي يعني نكمل لاشومبر ديالي كيما انا متخيلاها في راسي وكيما انا بغيتها غندير لابياج غندير بزاف ديال الحوايج مازال ان شاء الله غنوريكم ندير لكم زعما جوله على حقه وطريقه وتشوفوا داكشي كيفاش جا زوين كيفاش جا حتى لي كولور كيفاش جاو متواتين مع بعضياتهم. وهنا كان وصل عندي محمد امبلومون مودرن اللي كاين في انزكان،
كم عارفين تكون ولفتو على محمد حيت هو اللي ديما كيجي يفرج لي الصالونات. الاغلبيه الصالونات ديال داري صراحه من عنده، خدمته حتى هو نقيه وخدمته زوينه والسنين وانا كناخذ عنده وكنتعامل معاه تبارك الله عليه ما عندي ما نقول. المهم ديجا بدا كيفرش لي كيما شفتوا معايا. لاكولور اللي اختاريت هي هادي، هاد الزرق هذا توحشت هاد اللون، هاد الزرق البنات هضرب على الموف، غير الكاميرا ما مبيناش مزيان بين الزرق والموف، ولكن جا رائع جدا زوين بزاف. غتقولي لي اميه درتي هذا اللون واخا عندك المساحه صغيره هنايا في هذا البيت، هذا درت هذا اللون البنات حيت هذا البيت عندي مضوي بزاف، يعني مضوي تبارك الله، جات لا كولور فنه. شوفوا صوفيا بعدا راه فرحانه، ماما قالت لي غزال الصالون عجبها قالت لي الصالون ديالك لا صافي بقاي تجلسي فيه. المهم انا غنجيب لكم جوله كامله في الصالون، غتشوفوا لي ديتاي ديال كل حاجه درتها، وأكيد عطوني الرأي ديالكم في كل حاجة كيف جاتكم. الصالون كامل البنات يعني تفريشه كامله بالعود بالكنابي بالثوب كلشي تقام عليا انا ب 7500 درهم، 7500 درهم باش تقام عليا، يعني كما قلت لكم بهاد ليزاكودوار ديالو بهذاك هاد الدوسي هذا اللي كيتكونوا تكون متكي عليه مخدب كلشي، وغنحاول نعطيكم كل حاجه ديتاي كما قلت لكم الثمن ديالها. اول حاجه غنبدا لكم بها هو الثوب. بالنسبه للثوب البنات هاد المطرز هذا اللي كتشوفوا هذا فيه 4 بياس، الثمن ديالو كيبقى ب 250 درهم للمترو. كتعرفوا باللي زعما تقدروا تمشيو تسولوا نتوما كاع بالنسبه لهاد المطرزين، سيختو هادو اللي زواقات جداد اللي عاد خرجوا في السوق راه كيكون الثمن ديالهم طالع، هو تبارك الله ديالهم 250 درهم. كنهضر لكم على هذا، هاد لي كوسان الكبار خدم ليا بهم في هاد الزواقه هادي كما كتشوفوا، كاينه فيهم هاد الزواقه اللي في هاد لي كالدو هادو، وفي لي بيتي كوسان كما كتشوفوا هادو كاملين اللي تهضر لكم اليوم الثمن ديالو 250 درهم. وكاينه هادي اللي خدمنا بها هاد الفرماجه هادي كما كتشوفوا حتى هو الثمن ديالو 250 درهم. وبالنسبه للثوب ماتلاسي هذا اللي خدمنا به الفوتوي هذا البنات كيبقى بثمن ديال 160 درهم هاد السامبل ديالو. وخلاص بالنسبه للكنابي بحال هكا، الكنابي هكا كامل بيان سور بهاد الدوسي هذا ديالو كما قلت لكم كتحط عليه المخده. بالنسبه لهاد الدوسي البنات باش نتفاهموا على واحد القضيه، تقدروا ديروا كما تقدروا ما ديروش، انا بالنسبه ليا قلت ليه ديروا صراحه عطى واحد الجماليه زوينه. نتوما تقدروا تحيدوا تحطوا المخده نيشان على الحيط. انا ملي درت هاد الدوسي هذا مع الكنابي تقام عليا ب 1800 درهم للمترو. بالحق نتوما الا كنتوما غاديش ديروا الدوسي راه يتقام عليكم رخص، يعني كتنقصي هاد البارتي هادي كلها كتحيديها، وكما قلت لكم المخاطر كيكونوا غير على الحيط نيشان، وكتكون عندكم تفريشه عاديه حتى هكا كيجي زوين. كما قلت لكم شوفوا حنا كنبقاو ادوار كنشارك معكم هذاك الشيء اللي درت انايا، مي نتوما تقدروا تغيروا اللي بغيتوا، تقدروا تحيدوا اللي بغيتوا، تقدروا تزيدوا اللي بغيتوا. وخلاص بالنسبه للطريقه باش خدموا ليا، شوفوا تبارك الله لا فينيسيون، شوفوا انا كنثق في الخدمه ديالو 100%. راه كتعرفوا كاع الصالونات اللي دوزت الاغلبيه فيهم راني مخيطاهم من عند امبلومون مودرن. الصراحه الصراحه البنات الاثمنه التعامل كلشي عندهم زوين. زعما كنكون فرحانه بالخدمه ملي كيجيبوها ليا، كنكون فرحانه بالخدمه ديالهم. شوفوا اللي هي بالنسبه للكنابي كيفاش خدموه ليا هنايا من التحت كما كتشوفوا،
كيجي بحال هكا، كيجي زوين في الشوفه، عاطي العين. المهم نتوما بيان سور كتبوا لي في لي كومونتير، حنا كنلقاو اذواق كل وحده وشنو كيعجبها، وكل وحده وكيفاش كتبغي تفرش دارها. انا بالنسبه لهذا هذا الصالون هذا عندي اسباس صغير، ما عنديش كبير، داكشي علاش درت فيه على شكل ال، ولكن نتوما عندكم الاسباس كبير بيان سور تقدري تفرشي البيت كامل. بالنسبه للتفريشه البنات راه كيتفرش على دو فاس، ها نتوما غيبان لكم باللي هاد المخد الكبار، هاد الخديات الكبار هادو دارية فيهم، يا اما نقدر نفرشهم على هاد لافاس اللي فيها هكا كلها مزوقه، يا اما نقدر نقلبها على هاد البلاصه اللي فيها هنايا، ها نتوما اللي فيها هنايا النص سامبل والنص مزوق، نقدر نقلب انا هكا ملي طلع لي هكا في راسي نقدر نقلب على الجهه الاخرى. ميم بالنسبه لهاد لي كالدو هادو حتى هما دارهم لي على دو فاس، يا اما نديرهم على هاد الجهه يا اما نقدر نديرهم على هاد الجهه هادي. هما الا بدلتو غير الخديات قلبتوهم على الجهه الاخرى بيان سور كيتبدل لك الشوفه ديال الصالون كامل. كيما شفتو معايا بعدا في الاول كنا مفرشينو هكا على هاد الشكل، بالحق فجيت نشوف ما جاتنيش الجلسه هي هذيك، كيبان قلبناه في الاول صراحه، كانت هاد الفرمجه هنايا الا شتي شنو كيفرش ليا في الاول، من بعد قلت لي عافاك حولوا ليا صافي، وحلوا لي حولوا ليا هكا لهاد الجهه الاخرى، جا هكا احسن. وبالنسبه للزربيات عقلوا راه كنت خديتها بسوق لحد شحال هذه، قلت لكم ان شاء الله حتى نفرش، يلا جات وقيتها باش نفرشها، درتها هنايا وصراحه جات زوينه، جاتني مواتيه مع هاد الطابلو هذا اللي كان عندي في الكلوار، حتى واجدته هنايا فيها فيهم نفس لي كولور، عطى واحد الغابيل للزربيه كما كتشوفوا. وانتم كتبوا لي الراي ديالكم، خلاص الطبله راه كانت عندي راكم شفتوها، هذه حتى هي راه هادو كانوا عندي، يعني استعملت غير الحاجات اللي ديجا كانوا عندي، ما زدتش حاجه جديده. بيان سو باقا لي التلفازه عاد غنعلقها ان شاء الله من بعد، وصافي الجليسه كتجي على هاد الشكل. اكيد ما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم، واش عجباتكم، الا كانت شي حاجه هكا من بدل اولا عطوني الاراء ديالكم حتى نتوما، كنفرح بزاف ملي كنقرا التعليق ديالكم. نقول لكم البنات تهلاو في راسكم، هنا غنسد معكم الفلوق ديال هذا النهار، ان شاء الله نتلاقاو حتى الفيديو ديال العيد، الفلوق ديال العيد نتلاقاو فيه نصور لكم ان شاء الله كي غيدوزو الاجواء. نقول لكم مبارك عواشركم من دابا، وتهلاو ليا في راسكم، ما تنساونيش بلا لايك ديالكم الى عجبكم الفيديو اكيد، او ما تنساوش انكم تخليو لي كومونتير زوين. وبالنسبه لاي واحد الناس اللي انا كناخذ من عندهم بيان سور كنخلي لكم كاع المعلومات ديالهم في صندوق الوصف، اللي كانت محتاجه شي حاجه تقدر غير تواصلوا معاهم، راه هما يدير لكم ثمن زوين. وكما قلت وكما نعاود نقولها لكم بيان سور كنشارك معكم غير الناس اللي كيكونوا ثقه، واللي فاش غتمشيو عندهم ما غيحشموكمش نهائيا.